مساكن شرفت على الانتهاء موجهة أساسا إلى قطني البناءات الجاهزة بولاية بومرداس ضمن مخطط استعجالي للقضاء على الشاليهات بصفة نهائية مع انقضاء السنة الجارية. تمت عدة عمليات كبرى لترحيل منذ ديسمبر 2016، حيث تم القضاء إلى حد الآن على 8413 شالي، بذلك نصل إلى 18 بلدية من أصل 32 بلدية بدون شالي. حي اللوز من بين الأحياء المبرمجة للترحيل أوتى المقبل بعد معاناة دامت سنوات. عندنا 15 سنة احنا هنا في اللوز، حي اللوز هذا طايح عليا كاع الشاليات، وكاع راه مرة شي شاليات راكم تشوفوا فيهم هنا، راه ما كاش اسينيسمو، ما كاش القطرة شاليات، خلاص زعزعوا رشاو كاع خلاص. كل مرة تيقولوا كل عام يقولوا ذا العام ذا العام، وحنا من 2003 وحنا هنا. عمليات الترحيل لا تزال متواصلة ولتحقيق الأهداف، وهو القضاء النهائي على الشاليات على مستوى الولاية. مؤخرا كانت عملية إسكان 600 عائلة في بلدية زموري، فإلى نهاية السداسي الأول من 2018 نصل إلى القضاء على ما يقارب 11000 شالي. 177 هكتارا تم استرجاعها إلى حد الآن منذ انطلاق عملية القضاء على البناء الجاهز، ستوجه أساسا إلى مشاريع سكنية بمختلف الصياغة.